أنا بتمنى إنه بركة يرجع. مايا دياب تبكي ليلية، قصص بداخلي بتوجعني عم ببكي. وقتها هيك المشاعر بتكون مرة بكتير محلات لما بتترك هي وحبيبها بتكون بحاجة للرجعة بمحلات، انه اذا كان المشكل خفيف فيهم يرجعوا لها. وهالمشاعر عاشتهم مايا باغنيتها الجديدة ليلية، واللي حبت انها تقدمها باللهجة اللبنانية هدية للجمهور بعيد الحب. غنية حب واشتياق للحبيب اكيد وقتها على عيد الحب، كلمات احمد ماضي وتوزيع هادي شرارة. الغنية ما رح تكون الا أعلى من التوقعات. كتير مهم أنه فرجة أنا نوع الموسيقى اللي أنا بحبها كتير أولاً، ونوع الموسيقى اللبنانية والغنية اللبنانية اللي لازم أنا وكل الفنانين نهتم فيها، نضلنا نرعاها، نضلنا نقدمها لكل المجتمع العربي. هل رح تكون آخر أغنية مع صديقك السابق زياد برجي؟ لا، مش آخر أغنية، في كتير أغاني، يعني انطروا المزيد والأحلى. على ومثل العادة مايا دايما بتكون جريئة وبتقدم أعمال out of the box وبأسلوب artistic. وإيتي بالعربي رافق مايا بكواليس تصوير كليب الأغنية ببيروت وأخرجه رجا نعمة. مبسوطة أن يكون عم بشتغل مع هيك روح جديدة، وبعتقد رح ننجح كتير مع بعض. رح تطل على العالم بطريقة فيها من الجرأة. هلأ أنا بالنسبة لي ما بعتبرها جريئة، بس إنه للجمهور رح يكون في جرأة، بس كلاسيك مرتبة فيها دراما، يعني ما عم نشوف شيء بس جريء، عم نشوف دراما بالجرأة، واللي هو أول مرة يمكن هيدا الشيء عم بيصير بالميدل إيست بهالطريقة. وحملت الأغنية الكثير من المشاعر الصادقة اللي ترجمتها مايا بإحساس درامي عالي من خلال اللوكس، المود وحتى الكوريوغرافي. عم ببكي، شفت أرتستيك كانت. بس أنا ببكي كثير، قصص بداخلي بتوجعني، مش ضروري بحكي عنها كثير، مش دايما بحكي عنها، بس بتوجعني لأنه صورة النجمة، صورة السليبريتي اللي بتطلع على تلفزيون أو على وين ما كان قدام الناس، وأنا وحدة منهم. أنا بحاول فرجي أحلى صورة عني، ضحكتي، فرحي، ما بحس إنه لازم فرجي حزني، لأنه مش هيدا هو المحل. يعني شغلنا هو لنبعت الفرح للناس، مش لنبعت لهم شي تاني. اليوم عم بطلع من البوكس كومبليتلي، عم بعد عن كل شي عملته من قبل لمايا، وعم كون سوبر سنشوال بكل حركة مايا عم تعملها، عم تكون سوبر دراماتيك، هالقد لوف ستوري، هالقد عم بتدور بكل شي ببادي لانجوش اللي هي عم تتصرفها أو عم ترقصها بذكريات، فما عم تكون أكتر دانس، تكون اليوم عم نترجم قصة برقصة. وما كان فينا ما نسأل مايا إذا قصة هالأغنية بتعكس حالة هي عم بتعيشها. يعني لا عم بعيش ولا عم بتعذب، ما هو بيمرق فيك أنت تحكي مع حب مرق بحياتك، في أحكي مع حبيب فل، بس بتمنق إنه هاي الغنية من له، بس في يكون عم ببعد إنه فيها الرسالة ما تكون لشخص معين، فيها تكون شعوري داخلي لهيدا الشخص اللي أنا بتمنى إنه بركي يرجع.